مش قادرة أصدق إن مر 40 سنة على مهرجان اسكندرية، يعني ذكريات ونجوم، ومفيش حد من الوسط الفني ملوش ذكرى حلوة مع مهرجان اسكندرية. 40 سنة في عشق كده وحب ما بين الفنانين وما بين المهرجان وأكيد اسكندرية. النهاردة احنا في المكتبة بنشكر المكتبة على انها دايما بتستضيف المهرجان في حفل الافتتاح، ومعانا رئيس المهرجان اللي دايما بيتعب برغم قلة الامكانيات. ودايما انا بقول ان مهرجان اسكندرية بيعاني من قلة الدعم، لا سبونسر ولا رجال أعمال اسكندرية بيدعموا، يعني المفروض ده البلدهم المفروض يدعموه، ولكن دايما أمير أباظة حريص أنه يعمل من الحاجات القليلة حاجات كبيرة. دورة نيلي الدورة 40، وسعيدة بيك وسعيدة بال40 سنة لمهرجان اسكندرية يا أمير. يعني هو المفاجأة فعلا في رقم 40. ولو عديت المهرجانات اللي كملت 40 سنه في المنطقه كلها هتلاقي القاهره واسكندريه بس. والحمد لله ان الاثنين بداوا عندنا في الجمعيه المصريه للكتاب ونقاد السينما، هي مؤسسه المهرجانين. يعني هو بدا، انا اول حاجه حضرتها المهرجان اسكندريه كان في فندق سان ستيفانو، كانت سنه 78. المهرجان بدا سنه كام بقى؟ لا المهرجان بدا 79. ولا يبقى 79. 79 دوره سنه 79 انا حضرت اول حفله انطلقت من سان ستيفانو، كان اعتقد استاذ كمال الملاخ. كمال الملاخ طبعا. انا حضرتها، كانت اختي بقى هي المذيعه. فيعني انا بدات عشت ال 40 سنه. لا عشت الكواليس من بدري. عشت الكواليس كلها يعني. مهرجان اسكندريه ما ينفعش يبقى مهرجان وحش، ما ينفعش يتلغي، ما ينفعش النجوم ما تجيش فيه. بصي، ما ينفعش يبقى وحش، ده حقيقه. ما ينفعش يتلغي برضو، دي حقيقه. يعني عايز اقول لحضرتك المهرجان من سنه 90 ما وقفش ولا مره، وقف بسبب حرب الخليج في 90، ثم بعد ذلك في 2011 في احداث يناير 2011 ما وقفش، في 13 ما وقفش، في 20 في الكورونا الحمد لله ما وقفش. كان في دايما اصرار على اقامه المهرجان رغم انه في صعوبات كبيره جدا بتواجهك وقتها. يعني في 13 عملت المهرجان في ظل حصار دولي، في ظل حظر تجوال، في ظل انه جات لي يعني تعليمات كتيره انه ما ينفعش، ونفع الحمد لله وعملنا المهرجان. في الكورونا كان عندنا قبلنا باسبوع كانت الجونه عندها حالات، واحنا جبنا 3/4 وزاره الصحه معانا هنا. انا فاكره العربيات الاسعاف بالظبط. لا ووفد كامل برئاسه مستشار وزير الصحه. فكانت حكايه. فدايما عندنا اصرار ودايما بناخد كل احترازاتنا وبناخد كل احتياطياتنا ان احنا فعلا نعمل المهرجان. في مفاجات كتير قوي المهرجان ده، احلى حاجه فيه انها دوره الرومانسيه. طبعا. والافلام الرومانسيه، والاحلى والاحلى ان حبيبي دائما بيفوز. ومن الافلام طبعا ما فيش حد ما حبش على فيلم حبيبي على دائما، صحيح. نور الشريف وكوسي، اللي ببعت لكوسي كل الحب وكل الامتنان لنجاح هذا العمل حتى بعد العمر الطويل اللي عدى عليه، انه بيفوز في وسط كام اكتر من 35 سنه على الفيلم. بيفوز لا 40 سنه والله برضو مع بداية مهرجان اسكندرية. 40 سنة برضو. يعني كلمني عن فكرة الدورة الرومانسية والأفلام اللي شاركت والاختيار تم ازاي. بصي، احنا سنويا بيبقى عندنا تيمة بنشتغل عليها، لأنه فكرة انك بتعرض أفلام، أي أفلام عشوائية بتجيلك أو بتاع، هنا مفيش فكر. لكن لما بتختاري تيمة وتشتغل عليها بتعملي استفتاء عليها. بصي، الاستفتاءات كمان مش معمولة عشوائي، يعني أنا بعمل استفتاءات عشان أنا شايف السينما المصرية للأسف السنوات الأخيرة متراجعة تماما، فبحاول أعمل استفتاء مثلا زي ما عملت استفتاء الكوميديا، ثم بعديه الاستعراض، ثم الرومانسيه. عايز اقول لك ان انا كنت مع دينا رامز في برنامجها من اسبوعين كده وبنتكلم على الافلام التاريخيه. اخر فيلم تاريخي اتعمل في مصر كان سنه 72 الشيماء. يعني انا بحاول من خلال الاستفتاءات اللي النتائج اللي بتطلع، والله يا جماعه احنا كنا بنعمل كوميديا واشاعه حب، ده اللي ما تكلفش ثلاث تعريفه، احسن فيلم بعد من سنه 60 للنهارده. ده حقيقي. يعني بعد 65 سنه. انه مراتي مدير عام بعد 66 سنه ما زال من اهم الافلام، وفي كل الاستفتاءات بيفوز. فبرضو ده الكوميديا. الاستعراض يجي غرام في الكرنك اللي اتعمل في الستينات يقول لك انا احسن فيلم. طب فين الاستعراض؟ فين الاغاني الافلام الاستعراضيه؟ برضو من مولد يا دنيا ما فيش فيلم استعراضي. نفس الحكايه. بنحاول ان احنا نظهر كان عندنا وبننبه الناس بتوع السينما يا جماعه ما تنتبهوا، ما احنا كنا احنا اللي عملنا ده، احنا اللي عملنا. ما تيجوا نعمل حاجه ثانيه بقى. السنه دي بقى قلنا نشتغل على الرومانسيه. والرومانسيه لانه في ظل عالم يعني قميء
وحروب ودمار وطبعا ما فيش دلوقتي افلام رومانسيه. يعني الجيل الجديد بيقول لك يعني ايه رومانسيه بالظبط؟ يعني لانه الحقيقه السينما ما عادش في حد بيخطط لها. يعني زمان كان مثلا رئيس لجنه التخطيط في مؤسسه السينما الاستاذ نجيب محفوظ، الاستاذ عبد الحميد جوده الصحار، الاستاذ يوسف سباع، الاستاذ سعد الدين وهبه، اسماء كلها قمم. فكان لما يجي في بدايه السنه هنعمل 20 فيلم، هنعمل فيلمين رومانسي ونعمل مش عارف فيلمين استعراضي وفيلمين تاريخي يعني في كل انواعات الافلام موجوده. النهارده ما كل منتج بيعمل اللي على مزاجه واللي هو عايزه وخلاص. ده حقيقي. يعني طبعا دي من الافكار الحلوه وسعيده ان حبيبي دائما بيفوز فيهم. كمان في النهارده تكريمات، اولا دوره نيلي دي عايزين برضو ما نعدياش، دي من الحاجات المهمه. نيلي هي البهجة، هي الفرحة، هي الاستعراض، هي الغنوة الحلوة الخفيفة، فوازير الأفلام الشقية، المراهقات، يعني نيلي الحاجات، بيت الطالبات، الحاجات اللي كلها سن المراهقة فيها شباب وفيها مراهقة وفيها رومانسية وفيها كل الأشياء اللي ممكن تدورها، وفيها الكوميديا وفيها الاستعراض، فيها كل حاجة. نيلي نموذج مش هيتكرر في تاريخ السينما المصرية. ده أكيد. اختيار طبعا كان موفق، واعتقد هي يعني رحبت جدا، ما كانش فيه اي مانع من الموانع، واحنا سعداء بدورة نيلي. منى شلبي وتكريم في الختام. كلمني برضو عن اختيار نوارة السينما المصرية. بص انا بحاول اخرج من فكرة انك انت بتكرم الكبار بس. فبكرم عدة اجيال. في دورة باسم حد بشوار باسم كبير وفي نفسي يبقى في تكريم تاني جنب. لما تبصي على منى تلاقيها عامل 37 فيلم وحوالي 20 مسلسل. ال 37 فيلم لو دورت على فيلم متوسط فيهم مش هتلاقي. يعني هي بدأت مع الساحر وانطلقت. فيعني البدايه قويه جدا. وكانت محظوظه، اشتغلت مع اهم مخرجين مصر، اهم مخرجين واهم ممثلين واهم نجوم. الحقيقه يعني زي ما بقول لك هي محظوظه، ولا بس هي كمان بتختار. يعني وهي بتحب الكيف مش الكم. لا بقى يعني بقول لك بعد المشوار ده اعتقد بدات الفيلم الساحر كان الساحر حوالي في التسعينات. في التسعينات لما من وقتها للنهارده يعني دلوقتي حوالي 35 سنه بتشتغل. يعني ده فتره مش صغيره. وفي نفس الوقت بدات ده القدره على انها تختار، وفعلا زي ما انت قلتي نورت السينما المصريه فيلم من افلامها نواره. فاقصد اقول انها بتعمل فعلا شغل يستحق ان يبقى ويعيش. اكيد. وكل التحيه لمنى شلبي، في انتظارك في الختام، وتكريم منى شلبي في الختام. ايضا العشق لكل ستات الوطن العربي، هند رستم. هند طبعا. هند رستم يا جماعه، وباسنت هتكون موجوده النهارده. والاختيار ل يعني الجمال والاغراء والتمثيل والرقي، والرقي في الاغراء. طبعا. لا هند رستم نموذج ايضا لا يتكرر، وفعلا يعني هي لسه ما زالت موجوده معانا بافلامها وبتراثها بتاريخها اللي ثابته. الحقيقه لما انا الاختيار مش عايز اقول، مش هقول ان انا كنت مجهز له، لكن انا دعيت لافتتاح معرض للفنان رضا خليل عن اسمه سينما مصر. وكل اللوحات متاخده من افلام مهمه جدا، زوزو، باب الحديد، بدايه ونهايه، افلام كتير جدا حلوه. فلما شفت اللوحه اللي رسمها الفنان رضا خليل الحقيقه انبهرت بيها، وطبعا في حاجات تانية كتير مبهره فيها، بس انا قلت له انا عايز دي، وخدت ست هند رستم او هنومه عشان تبقى طبعا. وبعدين عايز اقول لك اسكندريه هي مدينه الفن التشكيلي. اكيد. من سيف لادهم وادهم وانلي لمحمود سعيد لي، انا في يعني في ثلاث دورات عملت فن تشكيلي فيهم، في 2013 اول دوره ليا، وفي 2021 اللي هي الدوره بتاعت الكوميديا، والنهارده بعمل الفن التشكيلي للمره الثالثه. ما شاء الله، دي حاجه برضو جميله جدا. طبعا كان عندنا ضيوف من سوريا، قلوبنا مع سوريا ومع لبنان، ويعني كل الحب وكل التقدير للشعب السوري والشعب اللبناني. ربنا معاكم واحنا معاكم بقلوبنا. اعتذار العظيم دوريد لحام وهو عنده فيلم، واعتذار ايمن زيدان هو كان من المكرمين من سوريا. الموقف يعني عارفه موقف انساني كبير، وعندهم حق، لانه سوريا ولبنان اهل،
وبالتالي والمسافات قريبه، واللي بيضر ده النهارده هيضر ده بكره. فطبعا طبيعي جدا ان كان الموقف ده يحصل، واحنا يعني قدرنا هذا. والحقيقه ان شاء الله دايما يكونوا معانا، ومعانا فيلم الافتتاح يومين، فيلم من اهم الافلام اللي شفتها خلال السنه الماضيه. يعني عايز اقول لحضرتك الفيلم فيه دراما وفيه كوميديا وفيه سخريه وفيه طفوله وفيه براءه. الفيلم الناس هتخرج منه هتضحك وهتبكي، حاجه حاله خاصه جدا وجميله جدا. يعني ان شاء الله الناس تنبسط. مفيش افلام مصري في المسابقه، في فيلم العنزه. الحمد لله الحمد لله عندنا فيلم مصري في فيلم المسابقه. فيلم العنزه فيلم لطيف جدا، والحقيقه انا حد كلمني من بره قال لي الفيلم ده جميل، وهو بيقول لي الفيلم ده جميل فوجئت، حد من التحكيم ففوجئت ان المنتج بيكلمني بيقول لي تاخدوا الفيلم، فقلت له على فكره العنزه عندي. يعني ده حاجه جميله جدا ان يعني في افلام، في فيلم مصري، لان كل سنه بتدور على فيلم مصري صحيح ما بنلاقيش فيلم للمهرجان، في حين المهرجان في فتره من فترات كان بيعرض 15 15 فيلم كل سنه. انا حضرت كان في فيلم لسعاد حسني ونبيل عبيد ونور الشريف ومحمود عبد العزيز واحمد زكي واحمد زكي، كان خمس افلام والجائزه بيتنافسوا عليها. الجائزه مش عارفه تروح فين. يعني الجائزه مش عارفه راح لمين. موقف صعب جدا. يعني انا سعيده ان انا معاك في الدوره الأربعين. هنتكلم في الفعاليات اكتر، ولكن دلوقتي عايزه اسيبك علشان الريد كاربت بدا، واكيد لازم تستقبل ضيوفك اللي موجودين. أكيد. وهنكمل حكايات عن الدوره الأربعين بمفاجاتها وندواتها. انتظرونا مع مهرجان اسكندريه من مكتبه اسكندريه حفل الافتتاح. شكرا اميره وبازا. شكرا لك. شكرا. لسه مكملين معاكم، ما تسيبوناش. الريد كاربت بدا وهنشوف مين اول حد وصل على الريد كاربت. في اسكندريه سيما، السيما في اسكندريه، هو المكان، بس الزمان غير الزمان، والقصه تبقى احلى لما تكون رومانسيه، لم تفضل تعيش ولا تتنسيش 100 سنه كمان. في اسكندريه سيما، السيما في اسكندريه، هو المكان، بس الزمان غير الزمان، والقصه تبقى احلى لما تكون رومانسيه، افلام تفضل تعيش ولا تتنسيش 100 سنه كمان. مهرج اسكندريه، اسكندريه السينمائي، الثوره الثوره الفريق. مهرج اسكندريه، هبتة خلي بالك من زوزو شارع الحب، عبود الجماهير والوسادة الخلي حكاية حب، الحب فوق هضبة الأهرام وشاطئ الغرام، رحل الخلود انت حبيبي دهب غرام وانتقام، حب البنات أميرة حبي أنا دعاء الكروان، الشجرة حسن ونعيمة وسهر الليالي كمان، بين الأطلال حب في الزنزانة ونهر الحب، أيامنا الحلوة لحن الوفاء ورصاصة في القلب. مهرج اسكندرية، اسكندرية سينمائي، الدورة الدورة الفعيل. مهرج اسكندرية، اسكندرية سينمائي، الدورة الدورة الفعيل. افلام تفضل
ولا بتنسيش من سنة كمان في اسكندرية سينا السينا في اسكندرية هو هو المكان بس الزمان غير الزمان والقصة تبقى أحلى لما تكون رومانسية أفلام تفضل تعيش ولا بتنسيش من سنة كمان. صديق مهرجان اسكندرية وعاشق لاسكندرية وعاشق لمهرجان اسكندرية ودايما بنلتقي مع بعض في مهرجان اسكندرية ويمكن لسه مخلصين مع بعض مهرجان الغردقة ومن الغردقة إلى اسكندرية الفنان الجميل أحمد وفيق برحب بيك عشقك اسكندرية. اه طبعا اسكندرية عشقي وعشق أي حد في مصر طبعا ده حقيقي يعني أنا نمت وصحيت لقيت المهرجان مر عليه 40 سنة لسه بتفاجئ دلوقتي قلت لهم ده وعايز اقول لك انا سنه 79 حضرت حفل الافتتاح. تقوليش الكلام ده والله العظيم ومعايا صور مثبته بس كنت صغيره وكنت جايه مع اختي كانت هي اللي بتقدم المهرجان بتنقل المهرجان وانا جايه بقى فرحانه قوي ان انا هحضر مهرجان اسكندريه. هو مهرجان لسه بيقولوا 40 سنه قلت لهم ما تعدش عشان ما تقلش بركته يعني. حضرت فيه قد ايه مهرجان اسكندريه؟ انا حضرت حوالي انا اتفاجئت ان حضرت من زمان كتير يعني حضرت اعتقد اول مره جيت كان ايه تفتكر اول قصه حب بدات بينك وبين مهرجان اسكندريه؟ انا مش فاكر بالظبط بس انا جيت كتير يعني حضرت تكريمات اساتذتي معظمهم منهم استاذ نور الشريف واستاذ محمود ياسين واستاذ عزت العليلي مجموعه كبيره قوي حضرتها انا هنا بس انا اعتقد انا حضرت من 2009 2008 كنت بدات احضر المهرجان. يعني كل حاجة في المهرجان يعني بتدل على الصمود يعني فاهم ازاي الفنانين بيحاولوا يدعموه جمعية الكتاب بتحاول انها تدعمه برغم ان مفيش فلوس ولكن عايزين يحافظوا على المهرجان ده. انا يعني مثلا كل مرة بحضر المهرجان بنتهز فرصة اي مداخلة او اي حوار ان انا اقول يا أهل اسكندرية يا كل مسؤولين اسكندرية يا أي حد في مصر عارف أهمية اسكندرية اهتموا بالمهرجان ده لأن ده فص من الجواهر اللي مترصع بيها اسكندرية من الجواهر اللي بتنور اللي بتبين أهمية اسكندرية في محيطها في البحر المتوسط. مهرجان من أعرق من أقدم المهرجانات وأعرقها أعتقد محتاج اهتمام اكبر من كده يعني هو اهم من مهرجانات كتيره بنسمع عنها هيصه بره مصر طبعا وده عريق 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 واسمه هو مهرجان القاهره هم اقدم مهرجانات في المنطقه واسمه جاذب جدا هو ممكن يكون جاذب للاجانب اكتر من المصريين على فكره يعني ممكن اللي هتلاقي اللي بيجي دايما المهرجان هنا اللي حابب مهرجان السينما اللي حابب البروجرام اللي دايما اسكندريه بتعرف تعمل برمجه حلوه في الافلام دايما معتادين ان هم اختياراتهم للافلام بتبقى دايما فيها شغف انك تتفرج عليها يعني دورة نيلي وانا شايفة نيلي وصلت على الريد كاربت ونيلي دي الشقاوة بتاعتنا يعني نيلي الفوازير نيلي السن المراهقة نيلي افلام الدلع انا من الطفولة انا من الطفولة والنهاردة انت اللي هتكون انا عارفة في مفاجأة كده حلوة على المسرح انت اللي هتكون مع نيلي على خشبة المسرح. نيلي بتعني لك ايه؟ نيلي كانت زي مدفع الفطار زي الفانوس بالنسبة لي حاجات الواحد ارتبط بيها يعني تفتح التلفزيون رمضان لو ما فيش نيلي يعني حتى يعني اللي هو الاحتفال برمضان من خلال التلفزيون وكده اختلف بقى ناقصه حد بنحاول ندور على المعادل دلوقتي ان نعمل حاجة يعني فكرة الفوازير نيلي هي طبعا اتقدمت بعد كده بس هي اول من اطلقت وخلت للفوازير الشعبيه الكبيره دي وعند كل الاجيال يعني انا حضرتها وانا طفل ظلت متعلق بيها لحد ما انتهت فكره الفوازير بعدها كنت كبير وبقى تمثل كمان يعني فنيلي تاريخ لكل المصريين والعرب
اكيد اكيد جزء منهم يعني. واكيد الدوره السنه دي هيبقى لها مذاق خاص جدا اكيد. وان شاء الله قاعد معانا ولا عندك شغل هتسافر يعني؟ لا بنات في اسكندريه انا قاعد قاعد حتى أكيد. لو في حاجه بروح واجي يعني. يعني هنشوفك في الكواليس تتكلم اكتر عن فعاليات الدوره الأربعين أكيد. ان شاء الله بعد حضور الافلام برضه نتكلم. ودلوقتي هسيبك علشان انت هتكون مع نيلي وهنشوفك على خشبه المسرح إن معاها شاء الله. منور احمد وفيق منور معانا النهارده مهرجان اسكندريه. شكرا لي. منوره مهرجان اسكندريه. طبعا طول ما احنا داخلين الجمهور كله كل الفئات كل الاعمار يعني توزيع ديموغرافي كامل للوطن العربي جاي مستني نيلي. وانا فرحت قوي او 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 فعلا تمبوكا. ما تخيلتيش بقى في الفترة اللي فاتت كلها يعني ما حسيتيش ان رمضان ناقصه حاجة يعني؟ لسه الفانوس الى حد ما موجود، لسه الكنافة والقطايف موجودة، بس ما عادش في وجبة الفوازير. احلى اكلة كنا بناكلها في رمضان كان حلو فعلا صح؟ انا كمان مشتركة مع الجمهور ان الفوازير كانت حلوة. عشان كده كنت عايز اسألك، حاسة بنفس الحكاية دي زي ما احنا حسينا ولا لا؟ حاسة. وبالنسبة لي أنا كمان في ذكريات، ومع كل شوط بيبقى في حاجة حصلت، فمليانة فوازير دي حواديت. كان دايما الترند كان زمان قبل ما يختاروا كلمة ترند، كان إيه الجملة اللي هتبقى هنقعد نقولها كل يوم في الفوازير؟ لو تفتكر كان كل سنة مدام نيلي هتقول حاجة في الغنى في وسط الغنى. ما اعرفش بقى عشان انا شامل الارياف بقى وطويل وبتاع، عشان مزموزلني علشان لا بجد على فكره يعني كان دايما معروف كل سنه هتلاقي فيه لازمه الجمهور ماشي يقولها في الشارع. هل انت فاكر حاجه؟ لا مش فاكر حاجه. مش فاكر. هي فاكر عشان الابيض بينسى بسرعه. عشان طويل فبخف في السحاب فبيمسحني بوخي. انت فاكره ايه بقى من اللازمات اللي بيقول عليها احمد؟ لا في كتير. الروه الجوازه دي مش لازم تتم. بحب يا بابا. بحب يا بابا. اصل مش انا اللي كنت بقولها، انا لو قلتها هقولها زي ما بقولها. انا اول حاجه سالت فيها الله يرحمه الاستاذ حسن عفيفي مصمم الاستعراضات، طبعا هو كان من كتب بيطلع معاك كنا عارفين شكله، فروحت انا بعد كده كان بيدربني رقص، فكنت فرحان جدا. قعدت اول حصتين. ما عملتش فوازير ليه؟ لا ما انا طويل قوي على الكاميرا على الفوازير. قعدت اول بروفات اللي قاعد بتفرج على اللي كان بيرقص مع نيلي، يعني عارف اللي انت قاعد بتفرج على حد ما فوقنا بعد كده. انت منوره اسكندريه والجمهور كله مشتاق ان هو يشوفك، وعايز اقول لك ان فعلا الناس بتحبك من قلبها. الحمد لله. ما في عارفه يا بختك، ما حدش بيقول لك بحبك مجامله. بس يعني لو ما خدتش من الدنيا حاجه غير دي، فعلا 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 الناس كلها بتحبك بجد، ما حدش مش هتلاقي واحد بيجاملك او بيقولها لحاجه تانية غير ان هو بيحبك. بس بعد عينيا على الدم. لا ما انت تستحق كل حاجه حلوه. والله كنتم مع نيلي بس الاسم لوحده يكفي. يعني النهارده الدلوعه السندريلا، العشق، الشقاوه، الجمال، خفة الدم، الحيوية، الفوازير، حاجات كتير جدا جدا جدا. لو عدنا نتكلم من هنا لغاية مصر مش هيكفيها حقها. حبيبة قلبنا كلنا نيلي، النهاردة دورة نيلي الدورة الأربعين لمهرجان اسكندرية. الحلاوة دي يا حلاوتك انت، ايه الجمال ده؟ ميرسي يا رعاء. الدلوعه بتاعتنا دايما كده يا نيلي. لسه وانا بسجل بقول لما نقول نيلي نقول البهجه، نقول الفرحه، نقول السعاده. الله عليك يا حبيبه قلبي. اسمك دايما مرتبط بالحيويه يا نيلي. الحمد لله. يعني انا عايزه المايك بقى فوق كده عشان الناس تسمع. الحمد لله. النهارده مهرجان اسكندريه، ونيلي من عشاق اسكندريه وليها ذكريات حلوه في اسكندريه طبعا. ومهرجان اسكندريه حضرت فيه كتير. اول حاجه افتكرتيها النهارده وانت قاعده على البحر، اول انت وصلتي قبلنا امبارح بالليل،
ايه اكتر حاجة جت في خيالك هنا في اسكندرية؟ جاء في خيالي في سن المراهقة، كنت بحب قوي اجي اسكندرية وصحابي موجودين ونجري ونلعب البحر وكده، فدايما افتكر الماضي. اكيد العجل، وانت كان مشهورة عنك انك بتحبي تسوقي عجل. أيوة. هنا وقضيتي يعني، كان انا اسمع ان الصيف بتاعكو كان دايما بيبقى في اسكندرية. تسمعي ايه؟ ان الصيف بتحبوا تصيفوا دايما في اسكندرية. طبعا اسكندرية يعني الصيف. النهاردة انت كنت وحشة الناس قوي، يعني الناس مشتاقة جدا لنيلي يا حبيبي. مهما بعدتي عنهم، مهما ان اختفيتي عنهم، الناس ما بتقدرش تنسى نيلي. فده سببه ايه؟ تاريخك الحلو، بهجتك، علاقتك مع الجمهور. ليه الناس الى الان ما فيش لحظة شوفي الدنيا عاملة ايه على نيلي؟ كأنها سايبة الفوازير امبارح. ما اقدرش اقول غير سعادة وفرحة وهنا. حلو حلو اللي بيحصل ده، جميل جدا، الحمد لله الحمد لله. جمهورك بيوحشك يا نيلي ولا انت بتشوفيه دايما؟ انا بشوفهم دايما وما احبش اكسف حد ابدا. يعني في سيدة كبيرة هنا قلت لهم لازم، بتقول لي اتصور معاك، قلت لهم لازم اتصور معاها، قولوا لي طب امشي دلوقتي عشان الزحمه وكده. يعني دايما انت عندك الجمهور ده اهم حاجه، وما بتحبيش تكسفي حد فيه. فانا عارفه ان انت ما بتحبيش تكسفي جمهورك. لا يمكن. وان هو ده اهم هو حاجه عملني. عندك الجمهور هو اللي عملني، لو مش هو ما انا مين نيلي؟ الجمهور هو اللي عملني. استعدادك النهارده لدوره نيلي، مين اللي عامل الفستان الحلو دوت؟ ده جاهز. وشايفة معاكي إيمان بنت فيروز موجودة معاكي. إيمان هنا. هي دخلت مستنياكي هنا يعني. العيلة دلوقتي هي اللي معاكي يعني نيلي الوقت طبعا هي مش في استوديوهات السينما، لكن الوقت بتاعك بتقضيه مع مين؟ مع العيلة؟ مع العيلة، ويعني اصحابي قليلين مش كتار، بس بحب الهدوء. يعني انك تقري، انك تتفرجي على التلفزيون، ده اكتر. اتفرج على التلفزيون اكتر حاجة. يعني طبعا عندنا ندوة ليكي هنسألك فيها حاجات كتير، لكن عمالين يقولوا لي يلا، لان لازم يبدأوا المهرجان، ورئيسة الدورة بتاعتنا ودورة نيلي لازم تكون اول واحدة على خشبة المسرح. بنحبك قوي، ما تغيبيش عننا، ودايما قمر يا نيلي، دايما يا دايما يا حبيبه قلبي، ربنا يخليك منوره الدنيا كلها. تسلم يا حبيبي. التكريمات المصريه، نجمه الاستعراض الاولى في مصر والوطن العربي، النجمه التي اتفقت عليها اداره المهرجان واراده الجمهور على احقيتها بان تحمل اسم هذه الدوره، النجمه نيلي.
أقول لهم بحبكم؟ قولي كلهم كلهم بحبكم 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 بحبكم. وزي ما قلت مفيش فنان في مصر ملوش ذكرى حلوة في مهرجان اسكندرية. على مدار 40 سنة كل فنان يتحضر له فيلم، يا أخد جايزة، يا حضر ندوة، يا حضر تكريم، يا جي ضيف، يا شارك زمايله، لكن على مدار الأربعين سنة هتلاقوا الذكريات كتير مع نجوم الفن. النهاردة تكريم مهم جدا لمشوار فنان كلنا بنحبه وبنعشقه، الفنان الكبير لطفي لبيب اللي قابلته في مهرجان اسكندرية وهو بياخد جايزة 1-0، ودي كانت من أحلى الذكريات لي مع مهرجان اسكندرية. النهاردة بيلتقي بتكريم بعد تكريمه في لبنان، بيلتقي بتكريم جديد لي في مكتبة اسكندرية وافتتاح مهرجان اسكندرية. بقولك بنور الدنيا ويا رب دايما على طول تكريمات. أنا متشكر خالص خالص وكتر ألف خيرك. اسكندرية وذكرياتها الحلوة. اسكندرية اسكندريه ماريه طبعا وترابها زعفران. اسكندريه إيه، انا عشت في اسكندريه فتره من حياتي، يعني انا كنت في اداب اسكندريه اللي قدامك دارس هنا. انا خريج اداب هنا، اداب اسكندريه، بعد ما فنون مسرحيه في اثناء وجودي في القوات المسلحه. وكنت بدرس هنا في اداب، وخلصت اداب واشتغلت في الفن، وجيت اسكندريه وعرضت كل مسرحياتي جوه اسكندريه، والافلام اتعرضت في اسكندريه، واسكندريه جميله. بس انت مش اسكندراني. لا انا صعيدي. صعيدي، لكن قضيت يعني حاجات حلوه كتير هنا، دراسه، مسرحيات، وكواليس المسرح. أيوة. هنا والكورنيش بعد. أيوة. المسرح طبعاً. والقعده على الكورنيش. فاسكندريه ليها حته في قلب كل فنان. ما لا يمكن انكرها، اسكندريه هي موحيه للفن. يعني الفن طلع هنا، بداياته كانت هنا. يعني انا ما انساش مثلا سيد حجاب الله يرحمه كان واخد شقه هنا يشتغل فيها، اسامه انور عكاشه كان قاعد هنا بيشتغل. كل الفنانين، اسكندريه جميله كانت وما زالت. وما زالت. وما زالت. وما زالت. يعني اللي تفتكروا النهارده في مهرجان اسكندريه جايزه 1-0، ده كان اول اللقاء بينك وبين المهرجان. ده اول اللقاء بيني وبين المهرجان كان مع الاستاذ عمر عبد العزيز، اللي اتاح لي فرصه جامده في حياتي، اول فرصه في الكلام في الممنوع. ايوه كان بيشارك في المهرجان. حضرت بالفيلم هنا واعتقد في حاجات تانية انا مش بعدها بقى ده، وبعدها 1-0 كانت الجايزه. أيوة. اول جايزه من مهرجان اسكندريه. ايوه وفاصل وتكريم بقى للمشوار بعد تكريمك في لبنان. الله يخليك. والشعب وحب الشعب اللبناني ليك، انا شفته طبعا قد ايه كانوا بيحبوك. الله يخليك. بنقول لهم يا رب ان شاء الله يرجع الفن تاني في لبنان، وكل ترجع لبنان قويه. لبنان ان شاء الله هترجع باذن الله. ان شاء الله الشعب اللبناني قوي. لابد ان نتواصل مع لبنان، لان لبنان شعب جميل جدا وراقي ومستوى فهم، يعني وعاشق لكل الجمال، كل الفنون، للجمال عموما، لكل حاجه حلوه اللبنانيين بيعشقوها. النهارده وانت قالوا لك استاذ امير اباظه قال لك ان في تكريم لمشوارك في مهرجان اسكندريه، خدت العربيه وطلعت على الطريق الصحراوي.
ايوه، ودايما الواحد اول ما بيطلع على اول الطريق على اسكندريه يفصل، يبتدي يفتكر الذكريات الحلوه فين، ويفتكر التاريخ الحلو والحاجات الحلوه اللي انت عملتها. اه، ايه اللي جه في بالك من اعمالك وانت جاي بتعمل سرد المشوار؟ انا جه في بالي السفاره في العماره، جه في بالي 1-0، جه في بالي افلام كتيره جدا جدا جدا. لكن عايز اقول لحضرتك حاجه، انا جاي ببتسم واحنا مجروحين، كلنا مجروحين بسبب لبنان واللي بيحصل هناك طبعا، وسوريا ولبنان طبعا وسبب كل ده. انما هيحصل انفراجه بعد وقف اطلاق النار، ولا بد من وقف اطلاق النار. وعايز اقول لكل المصريين ان احنا مجروحين انما بنبتسم. يعني لبنان معروف عنها في عز الضرب بتبقى قويه وبتبتسم وبتضحك، ودي معروفه عن الشعب اللبناني. فاحنا النهارده بنقول ان احنا خدنا منهم القوه واخدنا منهم الـ الـ الصمود. أيوة، ان احنا في عز الزعل ان احنا لازم المهرجانات والثقافه والفنون كله الحياه لا تتوقف. لا تتوقف، ده حقيقي. انا كنت هناك من شهر تقريبا اتعمل مهرجان مش ممكن. وكان المطار فيه مهدد وكانت الدنيا، انما كل حاجه عدت والحمد لله. الحمد لله. نفسك في ايه؟ ما نفسيش في حاجة. معقولة؟ صدقيني ما نفسي في أكيد حاجة. أكيد النهاردة وأنت عريس المهرجان. صدقيني كده نفسك في حاجة؟ في نفسك حاجة عايز؟ ما عادش نفسي في حاجة، حققت كل حاجة الحمد لله. يعني عايش كويس، وولادي كويسين، وبيتي كويس، وأصدقائي محاط بالأصدقاء بشكل دائم. مستمتع، قاعد مستمتع، بكتب بكتب مسلسلات، بكتب افلام. الاحداث اللي حوالينا دي لابد من انها تتكتب. ممكن تكتب قصه حياتك؟ لا. تحب حد يعمل قصه حياتك؟ ما تتحملش قوي. حياه مواطن عادي جدا، عاش في الصعيد وكان حلمه انه يمثل ومثل. يعني مش ده بيت القصيد، انما عايزين نعمل حاجات في ليها معنى، لا للترفيه فقط. انا مش ترفيه فقط، انا عايز اعمل اشياء لها معنى، ولا دلالات ولا مفهوم ولا رساله. يا رب دايما تعمل لنا زي ما ابدعت في التمثيل، تبدع في كتابه السيناريو وتعمل لنا مواضيع حلوه. ارجو، لان احنا فعلا محتاجين مواضيع حلوه. ارجو. واعتقد خبرتك والمشوار الجميل اللي بتكرم عليه النهارده هيبقى فيه هيخرج لنا اكيد حاجه حلوه. يا رب. بشكرك جدا. انا اللي متشكر جدا. منور اسكندريه. انا متشكر جدا. ودايما معاك في تكريمك. انا متشكر جدا اني شفتك كمان. ده انا اللي سعيده ان انا شفتك. الله يخليك، منور الدنيا كلها. متشكر جدا جدا، كتر خيرك. لسه مكملين معاكم، بداوا كله يحضر خلاص. الحفله ان شاء الله هتكون متذاعه على الهوا، فتابعونا وتابعوا كل النجوم اللي هتتكرم النهارده وضيوف مهرجان اسكندريه. انتظرونا. الى فنان يعشقه الملايين، فنان مصري عشق التمثيل والكتابة قبل هذا وذاك، عشق الوطن وكان من أبطال من أهم أبطال حرب أكتوبر، هو الفنان الكبير الجميل لطفي لبيب. لجراناكتر لطفي لبيب n'est pas seulement un artiste égyptien qui aimait jouer de rôle et écrire. Il était l'un des héros les plus importants de la guerre d'octobre. Lotfi Labib is not just an Egyptian artist who loved acting and writing, but before he loved Egypt and he was one of the most important heroes of the October War.
أنا بشكركم جدا وهقول كلمة فيما لا يزيد عن 3 ساعات لو سمحتوا لي. أنا طبعا شرفت بالوقوف إلى جوار نيلي على خشبة المسرح، ودي مرحلة في حياتي مهمة جدا، إلى جانب إني شرفت بالوقوف أمام كاميرا الأستاذ محمد عبد العزيز وهو موجود لأول مرة في حياتي، وشرفت بأول فرصة أخدها من المخرج عمر عبد العزيز وشاركت بيها في هذا المهرجان من قبل، فشكرا جزيلا ليكم. متهيألي 3 ساعات خلصوا، شكرا. التكريمات العربية، نبدأ من المغرب الشقيق بتكريم نجمة كبيرة قدمت أفلاماً ومسلسلات ومسرحيات أثرت بها الفن العربي. إنها النجمة الكبيرة سعاد خوي. Maintenant le moment des honorés arabes commence du Maroc par la grande star marocaine Saad Houy qui a présenté plusieurs chefs-d'œuvre qui ont enrichi le monde cinématographique. مساء الخير أيها الحضور الكريم، سعيدة أن أكرم في مهرجان الإسكندرية العريق والأنيق بين النجوم الكبار. عندما كنت صغيرة وحين كنت أسأل عن مهنة المستقبل دائما كنت أجيب وبدون تردد ممثلة مصرية، كان التمثيل مقترن لدي بمصر لأنني تتلمذت على يد الأفلام المصرية والمسلسلات والمسرحيات المصرية. بعد أن كبرت علمت أن المهنة يمكن أن تكون مغربية وعربية ودولية كذلك. أنا سعيدة بهذا التكريم، وإن مصر قد أتاحت لي فرصة أن أحب هذه المهنة وأن أمتهنها. شكراً لمصر وعمار يا مصر. ولسه مكملين معاكم الريد كاربت وحفل افتتاح مهرجان اسكندرية، ولازم اقول لكم سر ذكرياتي انا ورانيا كتير جدا في المهرجان ده، يعني عدنا يعني هنقعد لسه بقول لها كويس انتي جيتي علشان نقعد نعيد الذكريات. أيوة. في المعمورة بس الناس مش نفس الناس، بس الناس مش نفس الناس يا رانيا. فين الملك ولمته الحلوة ومحمود يعني عبد العزيز وفاروق؟ ما انا بقول كان المهرجان ده كان مهرجان النجوم. يعني انا بقول لهم انا كنت باجي وانا طفله وبشوف ابويا بياخد جوائز من مهرجان اسكندريه الدولي، كان
يعني فريد شوقي عنده فيلم، عندوش فيلم، عنده تكريم، عندوش تكريم، هو أساسي كان مهرجان اسكندرية. أيوة. كان يقعد ويجمع كل الفنانين كلهم تحت في شيراتون القاهرة، فاكرة؟ أيوة طبعا. فيعني من أساسيات كان مهرجان اسكندرية الجامعة مع فريد شوقي طبعا. لا لا، هم كانوا حالة جميلة ومختلفة يعني، وزي ما بنقول الزمن بناسه يعني طبعاً. الزمن ثابت، اللي بيختلف الناس. فهو زمانهم حلو بيهم يعني. وكانوا الفنانين كلها بتيجي تدعم المهرجان وتدعم اسكندرية. انا فاكرة بابا كان بيزعق لما يحصل مرة، كان حصل ان وزير الثقافة السيد فاروق حسني، لما مش فاكرة كان مهرجان ايه والفنانين ما راحوش او عدد قليل اللي راح، فقال طب انا الغي المهرجان بقى، انا بعمله ليه؟ صح. فبابا في الحاله دي بقى اتعصب وكلمهم انتوا ازاي، وما في حد في كبير في بيتكلم بالظبط. دلوقتي ما بقاش في كبير للفنانين ولا في كبير. لا بس هو كان كبير بحبهم، بحبهم ليه ده بالزبط. حقيقي يعني. انا بقول ان زمان ما كانش الفنانين واهم نجوم يعني، النجوم بجد طبعاً. بقى النجوم يعني، ما كانش في فنان بيقول انا جاي هاخد جايزه ولا جاي هتكرم ولا انا جاي عندي فيلم، طب واجي ليه؟ عشان امشي على الريد كاربت يعني ايه؟ كانوا الفكر احنا جايين ندعم مهرجانات مصر بالظبط. ما هي السينما انا ممثل، يتبعني كل المهرجانات، السينما المسرح كل ده يتبعني، لازم اتواجد فيه. ده حقيقي. وكانوا يقعدوا يسقفوا لبعض، وكانوا بيدعموا بعض، وكانوا بيحضروا ندوات بعض بالزبط. يعني انا لسه بقول انا لا هي يعني هي كانت حالة ثقافية وحالة حب كبير للوطن وحب ليهم هم نفس يعني كلهم مع بعض وللفن. لا كانت حاجة تانية يعني. تفتكري ليه الجيل الجديد ما بيدعمش المهرجانات؟ لا والله، يمكن خلي بالك برضو يا بوسي، عدد الأفلام قل قوي يعني. زمان انت كنت بتلاقي منافسة ما بين فيلم الفريد شوقي، كان بيبقى فيه 17 فيلم في المهرجان بالظبط. انت دلوقتي لو عرفتي تجيبي فيلم واحد، مفيش غير فيلم يا حرام في المهرجان. فدي مشكلة، هو من وجهة نظره برضو دي مشكلة. لازم يحصل تطور في الانتاج السينمائي بشكل كبير. اكيد يعني احنا بنتمنى ان الفترة الجاية يحصل رواج لصناعة السينما زي الدراما كده، ويبقى المهرجان يرجع تاني بالحيوية بتاعته. وكمان أنا بتمنى يبقى في دعم للمهرجانات. بصي يا بوسي، هو طول ما مفيش سيستم مفيش حاجة هتتم. فإحنا نفتقد أشياء كتيرة قوي رغم إن إحنا الرواد فيها، لأن مفيش سيستم. يعني عايزة برضو أخد رأيك في فكرة إن في مجموعة من الفنانين كبيرة جدا ما بتشتغلش للأسف، والموضوع يعني مقتصر على ناس معينة وناس كتير جدا عندهم موهبة وعندهم حضور وناس كويسة جدا وما بتشتغلش. وبدأوا الناس دي تطلع تقول على السوشيال ميديا يا جماعة احنا عايزين نشتغل، ده حقهم. وعلى فكرة انا بشوف ده عين العقل ان هم يعملوا كده، لان يمكن المنتجين ليها اللي قدامها او حاجة كده. هم كمان وصلوا لده بعد ما يأسوا يعني. هو مش من اولها، هو اكيد بقاله فترة مستحمل سنة اتنين تلاتة. في ناس قاعدة بقالها 10 سنين في بيوتها. وده في النهاية لو قلنا هو فن، لكن برضو ده فاتح بيته لأن دي شغلته. فالله يعني بجد الموضوع صعب. انت رأيك ايه في ده؟ رأيي ان برضو لازم يبقى في سيستم. يعني انت عندك سنويا في دفعات بتتخرج من معهد سينما ومعهد فنون مسرحية. الناس دي بتعمل ايه وبيروحوا فين؟ ما بين ممثلين ومخرجين وإضاءة وتصوير وصوت كتير الناس دي أنا لما قعدت فكرت قلت حقيقي الناس دي بتعمل إيه؟ يعني العدد أكبر من المتاح. ما هو عشان برضو الإنتاج قل جدا.
دكتور أشرف زكي أعلن إن هو هيبتدي يعمل مسرح النقابة، وأعتقد في فيلم نازل الأسبوع ده برضه للنقابة، ودي خطوة حلوة. يعني إحنا كان زمان أفتكر كان عندنا كان عندنا قطاع الإنتاج، كان عندنا مدينة الإنتاج، عشان كده بقول لك النقابة لوحدها مش هتقدر. بس طبعا خطوة محترمة جدا، لكن الموضوع كان في قطاع الإنتاج، صوت القاهرة، استوديو الجيب، مدينة الإنتاج، وغير المنتجين القطاع الخاص. فأنت كان عندك حالة من الزخم كبيرة جدا، دلوقتي ما بقت مختصرة في حاجة واحدة بس. يعني بتمنى ان يبقى في يعني توسعات اكتر، ويبتدوا يعملوا انتعاشة اكتر، عشان المهرجانات بتاعتنا يعني هيحصل لها مشكلة الفترة الجاية. يعني ممكن يجي وقت ما نلاقيش مهرجانات. يعني اشقانا العرب لما بداية حبهم لمصر وإتقان اللهجة المصرية من إيه؟ من الفن المصري. أنا يعني طبعاً خلاص شايفة المحافظ جه ونيلي جت، ولازم هيخشوا، وفيها حالة حرج. أيوة حالة فيها كده، حالة حرجة احنا فيها دلوقتي. احنا في حالة حرجة. حسيبك تسعدي النهاردة وإحنا مع بعض بقى في الفعاليات وفي الذكريات الحلوة. إن شاء الله يا بشكرك يا حبيبي القلب، نورتي يا رانيا، منورة يا حبيبي القلب. المغرب ننتقل إلى العراق الشقيق. قدم إنجازا حقيقيا في الثقافة السينمائية، حيث قدم 50 كتاب آخرها موسوعة الفيلم العربي. هو الناقد العراقي الكبير مهدي عباس. L'hommage de grand critique irakien Mahdi Abbas qui a réalisé une véritable réussite dans la culture cinématographique. مساء الخير. تفضل. الحقيقة لمصر دور كبير في تكوين ثقافتنا منذ أن نشئنا وبدأنا نعشق الثقافة والفن. أنا أول فيلم بحياتي دخلت السينما كان فيلم رصيف نمرة 5، وأول مسلسل شاهدته بحياتي كان بنت الحتة، وأول رواية قريتها بحياتي كان بين القصرين نجيب محفوظ، وأول مجلة تابعتها أسبوعياً وكنت أنتظرها تجي لبغداد الكواكب. فلهذا ثقافتنا لمصر فضل علينا بها كبير. فلهذا أشكر مصر، أشكر الإسكندرية، أشكر العزيز الأستاذ الأمير أباظة رئيس المهرجان على هذا التكريم الذي لن أنساه وما حييت. شكراً. يعني ولسه مكملين معاكم، ودايماً جمهور اسكندرية عاشق للفن والفنانين، حالة من الشجن والحب للسينما، حالة من الاستقبال الجميل لنجوم الفن على المسرح وعلى الريد كاربت. برايا سعيدة بوجودك وسعيدة باهتمامك ودعمك لمهرجان اسكندرية. ولسه بقول ان لو الفنانين ما دعموش مهرجاناتنا هيجي وقت ما يبقاش عندنا مهرجانات. فأنا دايماً بدعو كل النجوم إنهم لازم يجوا ويحضروا ويدعموا مهرجان البلد، سواء عندهم فيلم، عندهم تكريم، عندهمش حاجة. التواجد ده دعم للمهرجان. بص يا بوسي، انت احنا السينما المصرية سينما عريقة وسينما تاريخها طويل، وسينما مؤثرة في وجدان مش بس المصريين، في وجدان العالم العربي كله. يعني العالم العربي كله تثقف واستفاد من السينما المصرية. المصريين، السينما المصرية لها تأثير على فكر وعلى ثقافة المنطقة العربية كلها. السينما المصرية بدأت يمكن في العشرينات، في بداية العشرينات، يعني كان قبليها بس الطلاينة. يعني احنا تاني سينما في العالم، والمهرجانات شيء مهم جدا وجدير بكل فنان، وزي ما حضرتك قلتي بكل إعلامي إن هو يشجع وجود الفنانين. وإحنا بنعمل ده لوحدنا، مش محتاجين حد يدفعنا،
وانا النهارده يعني سعيد وشرفت بوجودي في هذا. يعني انطباعك ايه على الدوره الأربعين والواحد مش مصدق ان فات 40 سنه على مهرجان اسكندريه؟ الايام بتجري بسرعه. يعني بقول لسه الامير اباظه انا حضرت مع احلام اختي الدوره الاولى سنه 79 فندق سان ستيفانو، كان عاملها كمال البلاخ. انت حضرت 79؟ والله حضرتها. لا بتهرجي. ما انا كنت مع اختي صغيره وهي اللي كانت بتقدم الحفله وانا كنت معاها. انت طفله بقى. هي اللي كانت هي اللي كانت بتذيع بقى. لا، ما الاستمراريه دي شيء مهم، يعني شيء مهم، واحنا نتمنى المهرجان اسكندريه دائما يعني نبقى فيه تقدم وفيه ازدهار دوره عن دوره، والدوره دي زي ما حضرتك شايفه وزي ما كل الناس شايفه دوره فيها تكريمات لفنانين مهمين، وفيها ضيوف من دول كتير مهمه، وفيها فنانين مصريين كتير مهمين، والحمد لله معموله بشكل كويس وشكل انيق. يعني دوره نيلي، هل كان في لقاء بينك وبين نيلي قبل كده؟ انا اشتغلت مع الاستاذه نيلي، اشتغلت معاها مسلسل كان جميل قوي، اعتقد كانت انتاج اتحاد الاذاعه والتلفزيون، كان بطوله نيلي انا يعني الاستاذه نيلي وانا، وكان اسمه قصايص ورق. كنا بنعمل كل حلقات منفصله، كل حلقه موضوع مختلف بشخصيات مختلفه. كان ليا شرف ان انا يعني شفت قد ايه الناس ان الفنان اللي بجد اللي عمل حاجه حلوه لجمهوره، ان الفنان حتى لو قعد وبعد عن الشاشه استقبال الناس شفت ازاي. هو اللي بيتعب في حياته ويهتم بفنه ويقدم قيمه والناس تصدقها لازم يفضل عايش وقت طويل. فهي طبعا نيلي ما حدش ينسى لها كل الاعمال السينمائيه القيمه اللي عملتها مع نجوم كبار في وقت كانت السينما فيه في يعني في افضل حالتها، وما ينسلهاش فوازيرها وما ينسلهاش طلتها الحلوه. فمش مستغرب ان هي لما تطلع النهارده على المسرح تلقى هذا الترحيب الكبير من الجمهور. برضو من الحاجات اللي لازم اتكلم عنها وهي يعني مش ضمن المهرجان، الدور العظيم اللي قدمته مع مي عمر، وقد ايه يعني انا بقول ده من انضج واجمل الادوار اللي انت عملتها. يعني طبعا انت ادوارك كلها جميله، ولكن ده في نضج وفي خبره وفي حب، وكان دور جميل جدا. يا ترى بقى السنه دي هتفاجئنا بحاجه عظيمه كده ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. يعني انا في اكثر من عمل يعني بقراهم دلوقتي، لكن لم استقر على حاجه لحد الان ولم اوقع عقد لحد الان، بس يعني في سبيل بس لقيت دور حلو زي كده. يعجبك ان شاء الله. ان شاء الله، يعني بتمنى ان احنا نشوفك. لا تلاقي حاجه حلوه ان شاء الله في اعمال حلوه، وبتمنى دايما تتواجد معانا في المهرجانات وتبقى دايما موجود معانا. وسعيده ان انت حضرت، وهشوفك في الفعاليات بقى ولا راجع على مصر؟ لا قاعد شويه. يبقى ان شاء الله نتقابل في الفعاليات ان شاء الله. بشكرك جدا يا بابا. انا اللي بشكرك. والان ننتقل الى السينما الاوروبيه. Maintenant, on va faire l'hommage des pays européens. عملت في السينما الأوروبية والأمريكية مع كبار النجوم العالميين ألان ديلون، ليوناردو ديكابريو والعديد والعديد. هي النجمة الفرنسية آن باريلو. Hommage de la grande star française آن باريلو qui a travaillé avec les grands stars de l'Europe et de l'Amérique, ألان ديلون, ليوناردو ديكابريو et d'autres. And now honoring the real French star Anne Parillo. Bienvenue Anne Parillo en Égypte. Bonsoir Alexandrie, bonsoir les Alexandrines et les Alexandrins.
Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour cet hommage que vous me rendez ce soir. C'est un honneur immense de me tenir devant vous dans cette ville légendaire, berceau d'histoire et de culture, entourée de tant de talents qui incarnent le cinéma, l'amour du cinéma. Je suis profondément touchée de voir mon parcours honoré en ces lieux si prestigieux. Merci infiniment au Festival d'Alexandrie pour cet hommage, mais aussi pour son engagement à promouvoir le cinéma dans toute sa diversité et à rassembler des créateurs venus des territoires différents. Vive le cinéma, vive le Festival d'Alexandrie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne Parillo, merci. Vous êtes tout le temps le bienvenu chez nous en Égypte. مساء الخير يا اسكندرية. مساء الخير على كل أهالي الإسكندرية. أود أن أعرب عن امتناني العميق لهذا التكريم الذي تقدموه إلي الليلة. وأنه لشرف عظيم أن أقف أمامكم هنا في هذه المدينة الأسطورية. مهد الثقافات والتاريخ والحضارات. والمحاطة بالعديد من المواهب التي تعشق السينما. لقد تأثرت بشدة لرؤية مسيرتي الفنية تمر أمامي ويتم تكريمها في مثل هذه الأماكن المقدسة والمرموقة. شكراً جزيلاً لمهرجان الإسكندرية على هذا التكريم، وشكراً على اهتمامكم بتشجيع كل المبدعين وحرصكم على تعزيز السينما والجمع بين المبدعين من مناطق ودول مختلفة. تحيا السينما، عاش المهرجان. أن باريلو. ولسه مكملين معاكم، وبعد حفل الافتتاح وبعد ما شفنا مظاهرة حب كانت النهاردة للنجمة الجميلة نيلي، وكل الاحترام وكل الحب لطفي لبيب وكل المكرمين اللي كرموا النهاردة، أكيد أنت حسيت بحالة من الشجن اللي حصل على خشبة المسرح واستقبال جمهور اسكندرية لنجوم الفن وحبهم وتقديرهم للفنانين. تكريم المرة ديت جاي مع كل الناس، يعني طبعا الجمال وعظماء، خصوصا الأستاذة نيلي دي ست الشاشة العربية بجد حاليا، وهي الأستاذة اللي هي تعلمنا منها كتير قوي ومتعتنا كتير قوي. وأنا عملت معها مسرح المدرسين والدروس الخصوصية وبتتذاع كتير الحمد لله، فكنا عاملين قابل جميل قوي مع الأستاذة نيلي، وكنت عشرتها حلوة على المسرح وكواليسها جميلة، لدرجة ان انا مرة في يوم من الايام اتأخرت مثلا، فقالت لي أستاذ رضا تحب يعني بلاش انا اجي غير لما حضرتك تيجي، والحوار كده هوت. والله يا بوسي كنت عامل لها إفيه جميل قوي، لو بمسك ايديها وبقول لهم الله شايفين الجمال، كل المقاسات بالنيلي 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 بالنيلي، دي كانت بتعمل ضحك جامد جدا. وهي بصراحه عشرتها في المسرح وفي السينما وفي التلفزيون، في الفوازير اشتغلت معاها برضو زمان قوي 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 اول ما بدات. فبجد دي فنانه كبيره استعراضيه عالميه، انا ده اللي اطلقه عليها اكيد. والترحيب بالفنان لطفي لبيب طبعا، ده شيخ الممثلين المصريين دلوقتي طبعاً، وربنا يبارك في عمره وصحته. وكان احلى حاجه ان الاغنيه اللي بتتقال من هنا طلع الفن، من فن من عندنا حقيقي، من اسكندريه. وده حقيقي، اول فيلم اتعمل في العالم العربي وفي مصر كان الاستوديو في اسكندريه اللي انشأوه الاخوين، مش الاخوين حاجه عارفهم هم، بس مش عايزة يعني ايه اخترع يعني هم الاخوين حاجة، كانوا مرسميان ترسينيان كانوا جريج، وعملوا المشروع دوت وبدأوا اول فيلم سكندري، وهيتقال على فكرة في المهرجان السيرة الذاتية بتاعتهم اكيد. فالفن من اسكندرية نابع طبعا من الاصل يعني طبعا. عايز اعرف الجديد عندك، ويمكن انت بقالك فترة كده مختفي عننا. الحمد لله، والله مش مختفي قوي، بس الحمد لله هنبدا ان شاء الله باذن الله من يوم السبت. وشك حلو علينا بوسي، هنبدا مسلسل بتاع النجم مصطفى شعبان، وباذن الله في مسلسل اللي بعديه ان شاء الله، يعني هبدا الاثنين
في وقت متقابل. طب حلو يعني. يعني مع الفنان الجميل مصطفى شعبان، ودايما جميل. مصطفى عنده شعبية وكل أعماله الناس بتتابعها وبتحبها الحمد لله. ودور كوميدي أكيد يعني. الحمد لله، هو صعيدة بس يعني إن شاء الله يبقى كوميدي شوية إن شاء الله. السنة اللي فاتت كان أعلى نسبة مشاهدة رمضان اللي فات، نجح الحمد لله وعمل أعلى ترند. طبعا أعلى نسبة مشاهدة، هو أعلى نسبة مشاهدة هو من الأعمال اللي كسرت الدنيا يعني. الحمد لله الحمد لله. أنا سعيدة بوجودك وسعيدة بمشاركتك. أشكركم ويا رب دايما تشارك في المهرجان إن شاء الله. كله وقناة تن وبرنامجك أنا بقعد أستناه على فكرة. بشكرك جدا. شكرا حبيبي. دولة ضيف الشرف إيطاليا، تكريما النجمة الإيطالية الكبيرة إيزابيل أدرياني. Pays d'invité d'honneur est l'Italie, l'hommage de la grande star italienne adorable de l'Égypte et de la civilisation pharaonique, Isabelle Adriani. Honoring the great Italian star, Isabelle Adriani. Isabelle, bienvenue. Monavo. Monavo. The transfer, right? Yes. Please, let me check your document. It's a big tunnel out there, yeah? Oh, yes. Ma ho qui qualche amico che potrebbe passarci sopra, a patto che lei parta domattina. Chi la manda? Suo suocero. Ah, lo sapevo. La cifra non è trattabile. Ah, no? Questo è un passaporto con la sua nuova identità. Sì. Okay. Questo è il suo biglietto per Ginevra. I dedosero. Che chiede? Informaciones sobre este hombre. Ah, el tiburón. No se ha visto esta sera. Ma magari pasa. Debe haberla fatta grossa stavolta. Lo cercano in tanti. Te doy mi número. Ah, benissimo. Estoy libre esta sera. Ya se tiene, cabrón. Llámame apenas que lo veas. Salve, comendatore. Ma lei non dorme mai. Sì, ma c'è un problema. Con lui c'è anche suo fratello. Se devo occuparmi anche di lui, il prezzo raddoppia. Yes, my king. Là, tiens le micro. Commence. Mesdames, messieurs, mes amis, chers amis, c'est avec une grande émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui. Ici, Alexandrie, symbole de la rencontre des civilisations. Mon amour, Habibi Égypte. Mon amour pour l'Égypte remonte à mon enfance. En plus d'être actrice, j'ai obtenu un PhD en histoire et archéologie avec une passion profonde pour l'Égypte et son histoire. Et j'ai écrit de nombreux livres sur les mythes égyptiens, y compris la véritable histoire de Cendrillon, qui est égyptien. Ainsi, être ici est d'autant plus significatif pour moi. Au fil de ma carrière, j'ai eu l'honneur de travailler avec des légendes du cinéma comme George Clooney, Penelope Cruz, Jim Caviezel et beaucoup d'autres. Mais aucun lieu ne peut égaler la grandeur de l'Égypte, une source d'aspiration inépuisable. Ce pays a donné au monde des figures emblématiques telles que Hatshepsut, Nefertiti, Cléopâtre, des reines qui sont devenues des symboles d'émancipation féminine. Le cinéma égyptien et méditerranéen reflète l'âme humaine et les grandes transformations sociales en ponte entre les cultures que j'espère poursuivre à travers mes projets. Je rêve de tourner en Égypte, de rencontrer ces histoires et tant qu'actrice et réalisatrice, ce pays est une source infinie de magie et de grandeur. Choukran pour cet honneur, Habibi Égypte. Je vais traduire, d'accord. Sayyidati, sadati, asdiqai al-a'za, min dawa'i sururi al-amiq an aqif amamakum al-yawm huna fi al-Iskandariyya. رمز التقاء الحضارات. يعود حبي لمصر إلى طفولتي، بالإضافة إلى كوني ممثلة حصلت على درجة الدكتوراه في التاريخ وعلم الآثار مع شغف عميق بتاريخ مصر.
كما كتبت العديد والعديد من الكتب والأساطير المصرية بما في ذلك القصة الحقيقية لسندريلا. لذا فإن وجودي هنا له معنى خاص بالنسبة لي. على مدار مسيرتي الفنية تشرفت بالعمل مع أساطير السينما العالمية، وقدمت أفلاما عديدة في مناطق مختلفة، لكن لا يوجد مكان يمكن أن يضاهي عظمة مصر، فهي مصدر لا ينضب للإلهام. لقد قدم هذا البلد للعالم شخصيات بارزة مثل حتشبسوت ونفرتيتي وكليوباترا، الملكات التي أصبحن رموزاً للتحرر النسائي. فإن السينما المصرية والمتوسطية تعكس الروح البشرية والتحولات الاجتماعية لعظمة مصر والمصريين، وهي جسر بين الثقافات الذي آمل أن أواصل عبر مشاريعي أن أقوم بتصوير فيلم في مصر لأروي قصصها كممثلة ومخرجة. هذا البلد هو مصدر لا نهاية له للسحر والعظمة والإلهام. شكراً على هذا الشرف حبيبي مصر، ستكونين دائماً في قلبي. شكراً جزيلاً. ميرسي بوكو، ميرسي بورتامو، ميرسي.